السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة بغيت نشارك معكم وصفة خاصة بالنساء، وصفة خصيصا بالنسبة للأخوات اللي كيعانيو من ترهلات الذراعين والصدر وبعض مناطق أخرى من الجسم ديال البشرة، بالخصوص بحال الترهلات ديال المؤخرة. هاد الوصفة هذه غادي تستعمليها أختي لأي مكان عندك فيه ترهل في الجسم ديالك، غادي تستعمليها وتداومي عليها لهاد الوصفة هذه باش توصلي على نتيجة مرضية. قبل ما نتكلم لكم على هذا الوصفة دي اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتي وصفات أمينة لأول مرة، كنتمنى منهم يشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. بالنسبة للمكونات ديال هذه الوصفة، هذه هي عبارة على خلطة من الزيوت. غادي نحتاجوا في الزيت الأول زيت الزيتون، غادي نحتاجوا في الزيت الثاني زيت القرنفل الطبيعي. بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة، غادي تاخدي أختي جوج معالق كبار من زيت الزيتون البكر، يكون طبيعي، ولا معلقة كبيرة حسب المنطقة اللي بغيتي تستعملي ليها هذه الوصفة هذه، وغادي تضيفي عليها معلقة صغيرة من زيت القرنفل الطبيعي. ممكن لك أختي تضاعفي الكمية إذا كان عندك ترهلات في الجسم ديالك ككل، غير الكمية اللي غادي تستعملي ديال زيت القرنفل خاصها تكون قليلة. دائما المهم كمثال اللي بغى يدهن المنطقة ديال الصدر مثلا باش تخلصي من الترهلات اللي كتكون عندك في الصدر ديالك، غادي تاخدي معلقة كبيرة من زيت الزيتون ومعلقة صغيرة من زيت القرنفل، وغادي تخلطيهم مزيان في واحد الإناء. بالنسبة لطريقة الاستعمال، غادي تاخدي أختي هاد الزيوت هادو اللي خلطتي، وغادي تعملي بهم مساج على مستوى الصدر من الأسفل إلى الأعلى، ولا شكل حركات دائرية أيضا عاوتاني من الأسفل إلى الأعلى، وفي نفس الوقت غادي تعملي حركات دائرية لمدة 5 دقائق لكل جانب. وقبل ما تطبقي أختي هاد الوصفة هادي، خاصكي تنظفي المنطقة ديال الصدر مزيان، وإلا بغيتي ممكن تديري حتى منديل دافئ باش غادي تستافدي أكثر من هاد الزيوت. يمكن لأي أخت تجرب هاد الوصفة هادي بطبيعة الحال من غير الأخوات اللي عندهم حساسية من هاد الزيوت، ولا مرض مزمن، ولا المرأة الحامل. هاد الناس هادو ديما استشروا مع الطبيب ديالهم قبل ما يستعملوا أي وصفة طبيعية، وحتى الأطفال الصغار حتى هما دائما استشروا مع الطبيب ديالنا قبل ما نستعملوا ليهم شي وصفة طبيعية. هاد الوصفة هادي كما شفتوا معايا اخواتي هي طريقة سهلة وبسيطة في نفس الوقت مجربة، ومن بعد مرور 3 ايام الاولى حتى الاسبوع كامل من استعمالك اختي لهاد الوصفة، غادي تلاحظي النتيجة، وغادي في نفس الوقت غادي تلاحظي النتيجة في اقرب وقت. المهم هو تداومي على الوصفة وديري المقادير اللي قلت لك، معلقة كبيرة من زيت الزيتون مع معلقة صغيرة من زيت القرنفل، هذا الشيء كمثال اللي بغات تخلص من ترهلات في المنطقة ديال الصدر. هذه الوصفة اخواتي كما شفتوا معايا، وهذو هما المكونات، واللي عنده حساسية من زيت القرنفل ما يستعملوش، غادي تستعملي اختي غير زيت الزيتون فقط، فهي كافية ورائعة بزاف لشد ترهلات الصدر والذراعين. المهم اختي هذه الوصفة هذه غادي ديريها في الليل، يعني في المساء وفي الصباح، غادي تمسحي هذيك المنطقة اللي دهنتي، وغادي تعاودي خلال النهار تلبسي حمالات ديال الصدر ديالك باش تنجح معاك هاد الوصفه هادي. وغادي كما قلت لك هاد الوصفه خاصك تساعديها تلبسي الحمالات ديال الصدر ديالك خلال النهار. هاد الوصفه هادي ما غاديش تستعمليها اختي بشكل يومي، غادي تستعمليها يوم ويوم لا باش ترتاح البشره ديالتك، ومن بعد مرور الاسبوع الاول كوني متاكده بلي هاد الوصفه هادي غادي تلاحظي الفرق عليها، وغادي تلاحظي التغيير في المنطقه اللي دهنتي ليها هاد الوصفه هادي. كما شفتوا معايا اخواتي اخواني، كانت هذه الوصفه ديال اليوم ديال زيت الزيتون مع زيت القرنفل الطبيعي باش تخلصي من ترهلات ديال الصدر وديال الذراعين وحتى ديال المؤخره، وحتى اللي عندها ترهلات مختلفه في الجسم ديالها ككل. كما شفتوا معايا اخواتي اخواني، كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى منكم اخواتي تجربوا هذه الوصفه هذه ديال اليوم وتردوا لنا النتائج في قناه التعليقات باش تعم الفائده. وكنتمنى هذه الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، الا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتدعموني بلايك. وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي مازال ما اشتركوش، كنتمنى منهم يشتركوا وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.